اليوم راح نعمل نكمل البروسيجر اللي بلشنا فيه للسمية. كل وشها حلو بس عنده شوية بورز فبدها شوية جلوينج، فلهيك عملنا تقشير من أسبوعين فيلينج خفيف كتير بسيط سموثينج للسكين. وهلا بدنا نعمل بالميزو بان. هلا شو هو الميزو بان؟ هو مثل شكل قلم اخرته فيه ابر ناعمه، وهي على طريق الرشاش بيدخل هدول الابر بيعمل جروح مجهريه على الوش، وهيك بنقدر ندخل البرودكت بقلب الوش. البرودكت هو عباره عن هارونيك اسيد وميكرو بوتوكس اللي بيفيدوا بالريجنيشن للوش واعطاء نضاره، وكثير بتساعد بعلاج البورز الحفر البسيطه اللي بالوش. هلا خلصنا الجلسه بنشوف الوش احمر شوي، هذا الشيء طبيعي وفينا نخففه. هلا بدنا نحط ماسك بهدي الاحمرار.